أفلام الفانتازيا، معلومة جانبية كده، الأفلام دي بتاعت الفانتسي كان السوق بتاعها يعني في هوليوود ملعون، بمعنى إن ما كانش فيه فيلم فانتازيا بينجح، وعلشان كده ما كانش بيتعمل منهم كتير. بس ثانية واحدة، هو يعني إيه فانتازيا؟ وإيه اللي يخلي فيلم يدخل جوه التصنيف بتاع الفانتسي؟ التعريف الأكاديمي ممكن نقول هي الأفلام اللي في المضمون بتاع قصتها موجود فيها عوامل خيالية زي السحر، الميثولوجيا، الخزعبلات عامة. ودلوقتي كتير من الأفلام اللي بتتعمل ممكن تقع تحت التصنيف ده، زي أفلام الكوميك بوك ممكن نقول عليها أن هي أفلام فانتسي، أو الأفلام بتاعت مثلا إيليانز، تمام، ممكن برضو يتقال عليها أن هي فانتسي. بس الفكرة هنا أن الأفلام دي ينفع تصنفهم تصنيف تاني برضو، يعني أفلام الكوميك بوك هي أكشن أكتر من أنها فانتسي، وإيليانز مثلا هو يعني خيال علمي أكتر من أنه فانتسي. فمن الآخر، التعريف اللي احنا هنمشي فيه في الفيديو ده هي الأفلام اللي فعلا أول لما تشوفهم بجد تحس بالسحر. يعني مش عايز لها شرح كتير، انت بس بتحس الموضوع ده. وفي القائمة دي هنتكلم بس على الأفلام اللايف أكشن، مش هيكون فيه أفلام أنيميشن. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة، ويلا نبدأ. رقم 10، نايتمير آلي، أجدد فيلم ممكن نقول موجود على القائمة دي. وبرضو الفيلم ده يعني عايزين نديله بعضا من الحب الزيادة لأنه ما خدش حب كتير السنة اللي فاتت لما نزل. خلينا بقى نتكلم على جيلمو دلتورو، الرجل صاحب الكائنات الغريبة. فيها أفلام كتيرة لجيلمو دلتورو ينفع تتحط في قائمة زي دي، في بعض منها مش حلوين قوي، في بعض منها خرافيين، بانز لابرنث مثلا، شيب اوف ووتر، لا لا لا. ولكن للقائمة دي حبينا نتكلم على نايتمير آلي، فيلم رايق، فيلم فيه ميستري، فيه بناء عالم حلو غريب، بس نفس الوقت مش فاهم احنا دلوقتي فعلا فانتسي 100% ولا في حاجه ولكن في الاخر فصله حلوه ودخول جوه خزعبلات غريبه وممتعه بصريا بشكل مش طبيعي، معمول بشكل درامي ميستيريوس خرافي. رقم 9، كينج آرثر ليجند اوف ذا سورد. ما كانش ينفع نتكلم على الفانتازيا من غير ما نذكر القصه الخرافيه بتاعه كينج آرثر والسيف بتاعه عشان يشيله. في أفلام كتيرة عالجت الأسطورة دي، ولكن خلينا نتكلم على فيلم مودرن اتكلم على الأسطورة دي بشكل لذيذ، بصريا خرافي، ومن الآخر أيوة بيحكي نفس القصة بتاعت آرثر، ولكن بالتكنولوجيا بتاعت دلوقتي، بمخرج خطير ورا الكاميرا جاي ريتشي، بممثلين خرافيين، بفيلن محترم جود لا. وأيوة هو مش أحسن فيلم يعني من ناحية حكاية القصة، من ناحية الحبكة، من ناحية التمثيل حتى ممكن نقول، ولكن أي القصة بتاعت آرثر كمان. فأيوة لو نفسكم ترجعوا إلى هذه العصور الغريبة والمماليك بتاعت إنجلترا القديمة، ومين هو الكينج آرثر وإزاي هيقدر ياخد السيف من الحجارة، أنصح بالفيلم ده. رقم 8، جومانجي. فيلم جومانجي طبعا الأصلي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، كلاسيكي، القصة بتاعت جومانجي احنا عارفينها، ولكن بصراحة أنا أيوة يعني حبيت أحط فيلم جومانجي في الحتة دي من القائمة عشان من الآخر أقول إن الأفلام بتاعت جومانجي الجديدة اللي بتتعمل هي برضو حلوة. يعني لازم أعترف إن هم they're right، فاهم؟ بصوا من الآخر يعني جاك بلاك، ذا روك، كيفن هارت، يعني كمان الفيلم حلو. فيلم عائلي ممتع، القصة بتاعته فانتازيا بالتلازينة، بتسافر إلى عالم مختلف، وأنت مش محتاج حاجة أكتر من كده لفيلم زي ده. فيلم بوب كورن من بعيد بيقول لك أنا فيلم بوب كورن وأنا هدي لك a good time، وأنا من الآخر اشتريت لأن أنا استمتعت بوقتي وأنا بتفرج على الفيلم ده، وبرضو كامل الاحترام يروح للفيلم الأصلي. بس الأفلام الجديدة برضو they're good. رقم 7، Big Fish. بصراحة بالنسبة لي ده تقريبا أكتر فيلم لتيم بيرتون مش واخد حقه تماما. الفيلم ده أنا فايب، ده الكلمة اللي فايب ابن لذين، مع انه ممكن ما تقولش ان هو اكتر فيلم تيم بيرتون جدا. يعني انت لما تفكر تيم بيرتون تفكر على طول في ايه؟ يعني جوني ديب وحاجة، يعني تفكر في ادوارد سيزر هانز، تفكر في ادوارد، تفكر في باتمان، فاهمني؟ اللي هو ايوه انت تبص من بعيد كده تقول تيم بيرتون جدا. بيك فيش ممكن ما تاخدش الشعور ده قوي، ولكن لسه الشعور الفانتازيا الخرافية بتاعت تيم بيرتون موجود في الفيلم. الفيلم بيحكي قصة اب وابنه، الأب عمال بيحكي لابنه قصص، قصص من الوقت اللي هو كان حاسس فيه بالحياة، والابن بيواسي أبوه لحد لما أبوه يبدأ يسرح بخياله أكتر، يسرح بخياله أكتر، يسرح بخياله أكتر، لحد لما أنت المشاهد
تبدأ تستغرب، نفس الاستغراب اللي بيجي للابن، احنا دلوقتي في الحقيقة ولا في الخيال؟ انا جسمي اشعر بس من الكلام على الفيلم ده. لو نقول جملة تانية تلخص الشعور اللي الفيلم ده ممكن يدهولك، هو فيلم روحه حلوة. رقم 6، شاولين سوكر. هو نوعا ما يعني في جزء مني يعني حاطط الفيلم ده هنا علشان انا حاسس بالذنب اني ما حطيتوش على الليسته بتاعت الاسبوع اللي فات وانا بتكلم على الافلام الكوميديه، بس بجد انا بعشق الفيلم ده، بعشق الكلام على الفيلم ده، وبعشق اروح اتفرج على الفيلم ده تاني او حتى اتفرج على كليبات منه على اليوتيوب. لان ثانيه واحده، البلوت بتاعت الفيلم، سيبوكم من التمثيل، سيبوكم من الاخراج، سيبوكم من كل ده، تمام؟ فيلم فريق كره قدم بيستخدموا الفنون القتاليه عشان يفوزوا. شكرا. وايوه يعتبر فانتازيا، ماليش، يعتبر فانتازيا اهو، فانتازيا اهو اهو. رقم 5، Pirates of the Caribbean. معلومه كده هو على الجنب برضو، خلينا نتكلم عليها. الحاجه اللي Pirates of the Caribbean مبني عليها هي لعبه في ملاهي، يعني في لعبه في ملاهي كده اهو، تمام، معموله بالثيم بتاع القراصنه الكاريبي، وعلى الثيم بارك رايد دي اتبنى اللور والكمية القصص اللي طلعت اللي بعد كده تمثلت في فيلم Pirates of the Caribbean. واحنا بنتكلم دلوقتي على اول فيلم The Curse of the Black Pearl. الفيلم ده بيتدرس مبدئيا، الفيلم ده بجد ممكن تروح يعني تدرسه دلوقتي على قد ايه الفيلم ده ظبط حاجات كتير صح، فطلع اللايتنينج ان اباتل افكت. فيلم فيه كوميديا موجود، فيلم فيه قصه حب موجود، فيلم فيه مغامره بنت لذينه موجود، اوبجكتيف واضح قدامك ان العثور على البلاك بيرل الجاك سبيرو والبتاع والكلام ده موجود، وكل الخيوط اللي موجوده في الفيلم ده بتبدا تمشي تمشي تمشي، وكلهم بيظبطوا ناحيه هدف واحد بفيلن جدا جدا محترم، بافكتات اتعملت سنه 2003 ولا حاجه ولسه لحد دلوقتي شكلها ابن لذينه ترعبك، في عالم خرافي في القراصنه بتاعه الكاريبي كله بيخاف منهم، ولكن يطلع هذا الشخص الواحد كابتن جاك سبارو اللي هو مش بطل الفيلم اساسا، لا هو شخصيه مهمه موجوده في الفيلم، وايوه التركيز زاد على الشخصيه في السيكوالز والافلام الثانيه، بس انت لو فكرت فيها في الفيلم الاساسي جاك سبارو ما كانش الشخصيه الاساسيه، هو كان شخصيه موجوده في الفيلم ليه اهميه كثيره، بس التركيز كان على الكابل الاساسيين الموجودين في الفيلم والقصه بتاعتهم، ولكن عشان القصه بتاعتهم تتحكي لازم نحكي القصه بتاعه جاك سبارو. رقم 4، Who Framed Roger Rabbit. روبرت زيمكيس واحد من اكتر مخرجين اللي انا بعشق الشغل بتاعهم، وكتير من الشغل بتاعه ينفع يتحط في النوعيه دي من افلام الفانتسي، بس برضه ينفع يتحط في حاجات تانية زي ايه خيال علمي وكده، بتكلم على باك تو ذا فيوتشر، بس بالنسبه لي لو هنتكلم من ناحيه فانتسي، الفانتسي اللي كلنا فكرنا فيها اساسا واحنا صغيرين، ان ليه الكرتون اللي احنا قاعدين بنتفرج عليه قدامنا ده ما يكونش موجود في العالم الحقيقي، ياخد لك روبرت زيمكيس ويترجم لك الموضوع ده بالتكنولوجيا اللي كانت موجوده وقتها، لسه لحد يومنا هذا ما يقدروش يعملوا نفس الإفكت اللي روبرت زيمكيس عمل. قصة محققين، قصة تحسها كده هو جاية من فيلم يعني ديتكتيف نوار من الخمسينات، ولكنه معمول بالستايل بتاع روبرت زيمكيس، ومعمول جوه عالم فيه التونز محطوطين مع البشر العاديين، ومن هنا بقى تاخد الرسالة المخفية اللي ورا الفيلم، ان التونز دول ايوه هم بيتعاملوا معاملة مختلفة، ممكن تاخد ده كاميرايا تقدر تشوف فيها الواقع بتاعنا اللي احنا بنعيشه في العالم الحقيقي، وهل فعلا التونز دول بيربريزنتوا ايه او ايه الحاجه اللي انت تقدر تربطها، او مجموعه من الناس معايشين جوه البلد بتاعتك ربما مش واخدين حقهم فتقدر تتعلق بيهم اكتر لما تشوف القصه دي محكيه، ولكنهم محكيه من خلال التونز. تعليق سياسي، قصه هروب، فيلن يرعبك من جواك خاصه في المشهد الاخير، وافضل كروس اوفر في تاريخ السينما. انت فاهم يعني ايه باكس باني يتحط جنب ميكي ماوس في فيلم؟ وات، او دي فعلا فانتازيا. رقم 3، ثلاثية لورد اوف ذا رينجز. سيبوكم من اللي بيحصل مؤخرا بالريبوت اللي هيحصل على امازون والكلام ده، انا مش هتكلم عنه خالص ولا اقرب منه غير بعد ما ينزل كده هو، ونتاكد ان ايه يعني مش هيجيبوا العيد في الحاجات دي، لان يعني حتى بافلام ذا هوبيت اللي نزلت بعد كده اللي الناس كتير كرهتها انا ما كانش عندي مشكله معاهم قوي، ولكن لورد اوف ذا رينجز الثلاثيه الاساسيه اوف، ايه ده
فاكرين في اول الفيديو لما قلت لكم ان السوق بتاع افلام الفانتسي ما كانش قد كده؟ انا احب اقول لكم ان افلام لورد اوف ذا رينجز الثلاثه دول هما اللي حطوا افلام الفانتسي مره تانية على الخريطه. فيلم لورد اوف ذا رينجز تقريبا اول فيلم فانتسي يكسب بجائزه الاوسكار، ويستحق ذلك لان الفيلم بياخد الملحمه الكبيره بتاعه توكن. ودلوقتي هنترجمها، هنحكي قصه بيلبو باجنز، هنحكي القصه بتاعه فرودو وساموايز جامز، هنحكي القصه بتاعه جاندالف، هنحكي القصه بتاعه الخواتم في ملحمة تقريبا مدتها 50 ساعة. مش مهم مدتها قد ايه، مش مهم البلوت هول الكبيرة الموجودة في الفيلم في النهاية كان لعب كده، ولكن المهم ان انت بتعيش جوه العالم ده فترة طويلة. سميجل، القصة بتاعت سميجل زي انا ما قلتش حتة دي. لو هنتكلم فانتسي نتكلم لورد اوف ذا رينجز. رقم 2، هاري بوتر. انت تقريبا زهقتوا مني من كتر ما انا بتكلم على هاري بوتر، بس هاري بوتر بالنسبه لي هو المعنى الحقيقي للافلام الفانتسي، لان الافلام دي اتعملت على انا كنت السن المخصوص للافلام دي، ان انا كبرت مع الشخصيات دي سنه بسنه. مفيش اي سلسله افلام كانت بتحكي قصه واحده مقفوله على بعضها زي القصه بتاعت هاري بوتر ونجحت وخلت نفس المستوى ماشي كده طول السنين دي. حتى لو نتكلم على الافلام بتاعت مارفل او دي سي اللي موجوده جوه العالم بتاعهم، افلام مارفل في اول كام سنه ليهم الافلام بتاعتهم ما كانتش ظابطه 100%، او يعني ماشي بعد كده عملوا حاجات خرافيه بس برضو وقعوا هنا مره وقعوا هنا مرتين والكلام ده. بس هاري بوتر الفيلم الاول لحد الفيلم الاخير كلهم مظبوطين. الحجه اللي انت ممكن تقول هنا ان الفيلم الثاني تشامبر اوف سيكريت ما كانش قد كده، بس other than that perfect من ناحيه فانتسي. السحر ذاتنا، انت بتدخل جوه هوجورتس عالم السحر ذاتنا، بيتعلموا السحر هناك. فايوه في سبب ليه هاري بوتر محطوط في اللوحه اللي ورايا، في سبب ليه انا عندي العصايه بتاعت هاري موجوده ورايا، في سبب ليه انا كل ما اتفرج على الافلام دي بيكون في ابتسامه مش طبيعيه موجوده قدامي، لان انا عارف العيال دول اللي كبروا وبقوا الناس دول اللي جابوا عيال في الاخر بعدين في اخر الفيلم. I'm tearing up just thinking about it man. الرحله اللي انا خدتها معاهم طول السنوات دي. 8 افلام مهما كان فيهم من غلطات، الحاجه اللي تضمنها ان انت هتاخد سحر منه. ورقم 1، The Wizard of Oz. تخيل ان بعد مرور السنين دي كلها بوجود السينما الناس لسه بتعتقد ان فيلم The Wizard of Oz كان اول فيلم الوان يتعمل. دي مش حقيقه، الالوان في السينما موجوده من زمان، تقريبا من اول لما تم اختراع الفيلم وقلنا يلا يا افلام عشان تتعملي كانت موجوده التكنولوجيا بتاعت الافلام بدري، ولكن الناس ما كانتش بتحب تستخدمه لانه ما كانوا بيستخدموا فكره ان الافلام دي معموله بالابيض والاسود عشان يحكوا القصص بتاعتهم. كان اللوك ده مهم للشخص صانع الفيلم، ولكن ما حدش استخدم الالوان بالعبقريه زي ما تم استخدامها في فيلم The Wizard of Oz. هي قصه as old as time، هي قصه اتحكت 500 مره حتى لما اتعمل الفيلم. الاركيتايب بتاع القصه ده او النوع ده من القصص قصه الفيش اوت اوف ووتر، قصه الشخص اللي بيلاقي نفسه في مكان غريب ليه من نواحي كتيره، ولكن واحده واحده بياخد المغامره دي بيتعلم منها بيرجع انسان افضل. وهي دي القصه بتاعه دورثي اللي حصل ليها كارثه في العالم الحقيقي ولكنها اتنقلت جوه العالم بتاع الساحر اوز، إمرالد سيتي، وفيها بتقابل اصدقاء وفي نهايه القصه بتتعلم الدرس بتاعها. اللوك بتاع الفيلم ده ما تقدرش تكرره، هو في عالم واحد شكله كده، هو في فيلم واحد قدر يوصل الشعور ده وكان لازم يكون محطوط في القائمه دي لانه فيلم كلاسيكي من ناحيه فانتازيا، فهو عرف يعني ايه افلام فانتازيا. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت القائمه بتاعتي من الافلام اللي احنا اتكلمنا عليها. ايه المفضل بالنسبه لك؟ ولو عندك اي كلام تقوله تاني في الكومنتات عرفوني، وبرضه ممكن تزودوا على القائمه او تقولوا الافلام بالنسبه لكم انا ملتهاش في الفيديو ده ونكمل النقاش بتاعنا هناك. ما تنسوش تعمل لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وانشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومشغلين كل التنبيهات، في فيديوهات كتير من دي جايه قريب، فتاكدوا ان انتم مشتركين. وشكرا على متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.